مساء الخير. لا حاجة لتقديمه، بدأ قلمه يغزون في أوائل الثمانينات. رسم لنفسه خطا خاصا، أحب الوطن على طريقته، وآمن بأفراد أيضا على طريقته. متكلم بليغ، يعرف كيف يخطب أين محل، جريء، شجاع، دائم الأناقة، مميز التسريحة. حياته سلسلة تجارب فيها الأحزان والأفراح. يبتسم غالبا، لكنه يخفي وراء هذه الابتسامة وجعا عميقا. يهوى الشهرة والأضواء والتصفيق، يحيط به الكثيرون، لكن أصدقائه قلائل جدا. يخرج الليل من قلب النهار ليجلس معنا على طاولة مرايا، حاملا معه أخبار وتفاصيل، ذكريات ووقائع وأحلام. جبران طويني، مساء الخير. مساء الخير. ليلى مش أول مرة بتطل معنا بمرايا، وليلى أيضا مش أول مقابلة إعلامية تلفزيونية مكتوبة أو إذاعية بتظهر من خلالها. اسم جبران طويني هو اسم مألوف عند الجميع، لكن بالوقت يدي الكل بيعتقدوا أنهم بيعرفوك، هن فعليا بيجهلوا جبران طويني صاحب الأوجه العديدة. خلينا نحكي هيك الليله. هذه شغله سلبيه ريكاردو. هذه ما في اوجه عديده. لا في، لا في وجه واحد. بدنا نشوف الليله. تفضل. هذا هو هدفنا اخر الحلقه. اكيد. خلينا احنا وياك نتعرف ونغوص اكثر بشخص جبران. جبران الانسان، جبران الصحافي، الثائر، المشاغب، المشاكس، جبران القريب والبعيد، جبران القوي والضعيف، جبران الابن، الاب، الصديق، المدير، وأخيرا وليس أخيرا جبران النجم. جبران طويني المتعدد الألقاب والصفات، برأيك أنت أي لقب هو الأحب إليك؟ أي لقب هو الأقرب إليك؟ وأي صفة لبستك أكثر من غيرها وإجت على قياسك؟ يعني أنا صحافي، وبعتبر أنه إذا بتقول لقب مع أنه صحافي مش لقب، أنا بعتبر حالي صحافي أولا وأخيرا، وبقدر اني بوقت الحاضر يعني عم حاول اكون صحافي ناجح او صحافي بمعنى الكلمه، لانه بالبلد هيدا اللي يعني الحريات مش عنوان الاداء تبع الحكم فيه، ممارسه العمل الصحفي شغله صعبه شوي، والاصعب هو انه نحن نضلنا نقدر نكسب احترام المواطن والقارئ، لانه بتعرف انه الصحافي هو امام محكمه القارئ كل يوم وكل لحظه، والقارئ اللبناني هو قارئ ذكي، وما فيك تسمح نفسك انه ما تقول له على الاقل اللي هو بيعرفه، اذا مش اكثر بكثير من اللي هو بيعرفه وريد يعرفه. واظن انت بتعرف يعني شخصيا شو صار بعده مقابلات، ولو مقابله تلفزيونيه بتعنيك وبتعني جوني عبدو صديقنا السفير جوني عبدو، وتعاطي الحكم معه. بقى بعتبر انا انه انا صحافي، وان شاء الله اكون يعني صحافي اقدر عم بعطي شيء اللي ريد يسمعه مني او يقرا القارئ كله. قلت قبل شوي انك عم تحاول تكون صحافي ناجح. نعم. برايك شو هي مقومات النجاح عند الصحافه؟ انا بعتبر انه اولا الصحافي الناجح لازم يقول انه هو مش ناجح. لانه النجاح هو بالصحافه وبمهنتنا بالذات هي محاوله اذا بدك دائمه لحتى تطور مهنتك، لحتى تقدر انت تخترع وسائل جديده لحتى توصل الخبر او تحل الخبر للقارئ. الصحافي ما مهنه جامده. الصحافي الناجح هو اولا صحافي يلي بيكسب ثقه القارئ. هيدي شغله كثير مهمه. اهم شيء مصداقيتك، واهم شيء الثقه اللي عنده اياها القارئ او المواطن تجاهك انت بالذات. هالثقه كيف تخلق؟ تخلق بعلاقة، بتعرف بيصير في علاقة بينك وبين القارئ، علاقة حقيقية، بيصير هو داخل حياتك، بيصير يتعاطى في شؤونك، بيصير بحاسبك، بيصير بينطرك، بيصير بيزعل منك، بيصير بيرضى عليك، بيصير بيحرد، في علاقة حقيقية بتم بين الصحافي وبين القارئ. هذه شغلة أساسية، ما فيك أنت تكون بوادي والقارئ بوادي. كم نوع قارئ فيه؟ في طبعا في قارئ مجتهد، في قارئ اقل اجتهاد، في القارئ يعني بيعرف يقرا الخبر مثل ما هو. ما فيك تقول كم نوع قارئ فيه، لانه حتى كل قارئ يقراك بطريقه مختلفه حسب الاطار والجو اللي هو فيه.
يعني يمكن أنت اليوم تكتب مقال أو موضوع والقارئ اللي كان بالأسبوع الماضي عم يقراك وهو مرتاح يمكن على البحر، هالأسبوع عم يقراك وهو رايح على شغله على الطريق عجب السير معبق، يمكن عم يقراك وبيته في عنده مشكل، يمكن عم يقراك هو مسافر. إذا الإطار والجو اللي هو فيه بيأثر كمان على هذا القارئ بالذات. إذا هون عم بقلك إنه علاقتك مع القارئ هي علاقة بدك توزنها على طول. صحيح إنه بدك تجرب تتصور كيف تكون ردة فعله بدون ما تغير موقفك تجاهه. يعني أهم شيء نحن كمهنة كصحفيين نقدر نوصل الرسالة. هلا هالرسالة كيف بتغلفها، كيف تعلبها، كيف تعمل لها إخراج معين لحتى يتقبلها القارئ، هيدا عملية بدك تدرسها كل يوم حسب أجواء البلد، حسب القارئ أنت عم تتوجه له، وحسب الظرف بالذات. بعد خبرتك بمجال الصحافة، برأيك كيف بينظر الناس أو كيف بينظر القراء لألك، لشخصك ولألمك؟ ما بعرف كردو، بعرف أنا كيف رأي تكون تجاه قرائي. هلا كيف ينظروا؟ بتعرف انه في ناس بكل صراحه ممكن انه تعتبر انه اللي بكتبوا جبران توين اللي بكتبوا انا هو الشيء اللي هن رايدين يقولوه او بيقولوه كل يوم بمحيطهم. في ناس لا بيعتبروا انه جبران توين هو انسان يعني يا ريت ما بيكتب ومتطرف ومجنون وما خرج يكون صحافي. في ناس لا علاقه لهم، ما فيك ترضي كل الناس ماكي، بس اهم شيء انه تقدر ترضي ضميرك. يعني اذا انت ما قادر ترضي كل الناس على الاقل ترضي ضميرك لحتى تكون محترم نفسك اولا لحتى الناس تحترمك. وهالشيء حصل معك؟ هالشيء هذا محاوله يوميه. ايه انا على طول بجرب انا وعم بكتب او انا وعم بمارس مهنتي انه ارضي ضميري، وعلى طول بجرب وبضلني بحاول انه هيك قوم بك اذا بدك جرب شوف شو ممكن تكون ردة فعل الناس تجاه اللي عم بقوله. ومرض بسأل نفسي انه يا طب هل انا عم بكتبه غلط او مزبوط؟ هل الي حق مرات تكون هيك متطرف بين مزدوجين او انا غلطان مثل ما البعض بيقول لي؟ بتعرف مش هيني، يعني بتصير قاعد بينك وبين نفسك وكتير اوقات بتصير عم تراجع ضميرك وتراجع ذاتك وتراجع افكارك لحتى تشوف اذا ايه ام لا المهنة عم تمارسها كما يجب ان تمارسها، خصوصا لما واحد يكون حامل اسم ويكون مسؤول عن اسم معين، وخصوصا لما يكون واحد يعني بيو غسان تويني. انا حامل اسم جبران تويني اللي جدي واللي معرفته واللي بعتبر انه مشاني هو شغل هيك بتضل عم تراقبني من بعيد وبضلني بتسأل انه يا ترى لو هو موجود هون هل كان بيرتاح لجبران الحفيد او لا؟ هل بيعتبر انه انا عم دافع مزبوط عن اسمه او لا؟ ونفس الوقت في غسان تويني اللي هو عملاق بالصحافة وبالسياسة أيضا، واللي يمكن بدي مليون سنة بوصل له، شفت كيف؟ بكل صراحة وبالتواضع. لك حل. بقى هي الشغلة هيدي إذا بدك اللي بتخليك كمان أنت تصير هيك يعني عم بتحاول على طول ترجع تعيد النظر بتصرفاتك وإنه كيفك تتعاطى مع القارئ. موفق دايما وإن شاء الله على طول الميزان يكون لصالحك. جبران تويني طبعا تا الواحد يقدر يفهمك اكثر لابد انه نفتح النوافذ على الماضي وعلى المراحل اللي اجتزتها ونشوف شو طبعت المراحل بشخصيتك وبالتالي كيف تفاعلت معها. بالبدايه عوده الى الاشرفيه يلي شهدت ولادتك وطفولتك ونشاتك. جبران انت خلقت بعائله وتربيت على او تحت ظل والدي مميزين، بيك مناضل ومدافع عن القيم والمبادئ وامك مناضله بشفافيتها. سؤال كلاسيكي لكن لابد من طرحه مثل ما قلت نفهمك اكثر. جبران تويني على شو وعي؟ شو شاف؟ واعي على بيت صحافي، واعي على بيت سياسي وعشقة الناس، واعي على عدة مشاكل كان يعيشها من خلال اذا بدك وضع قائم بعائلة عم بتعايش المشاكل، إن كانت مشاكل على مستوى البلد، إن كانت مشاكل على مستوى المهنة، تعرف إنه مهنتنا ما مهنة سهلة، أو إن كانت مشاكل على مستوى خاص ضمن العائلة. أكيد لما يكون في مشاكل بتصير أوقات الفرح إذا بدك مهمة جدا، لأنه ما بتقعد أوقات عادية أو طبيعية، بتصير أوقات مميزة. بس جبران تويني واعي كمان اذا بدك على بيت اساسه المحبه بالعلاقه
بين بين بعضنا البعض بين بين افراد العائله، وشغلي اكثر من اساسيه بعتبرها وهيدي انا اليوم عم بتساعدني كثير، يلي هي الايمان. الايمان بربنا، وبقول لك يعني انه الوالدي والوالد مؤمنين، ما فرضوا علي ان اكون مؤمن، ولكن يمكن تركوا لي حريتي، بس بعتبر انه الجو اللي كان بالبيت سمح لي اكتشف او اقتنع اكثر باكثر انه لا، الايمان شغله مهم كثير، وهي الشفافيه الحقيقيه. كيف يعني كانت حياتكم العائليه؟ بتعرف حياتنا العائليه يعني امك نادية حمادي على اي اساس ربتك؟ بيك هل اعطاك رعايه؟ هل على وقت يهتم فيك ينتبه لك؟ ليك بقدر انه عمل اللي قادر يعمله يعني حتى يعطينا الوقت اللازم بالرغم من المهنه اللي هو عم يمارسها، وما لي حق انا اليوم لوم بي اذا اعطاني الوقت اللازم او ما اعطاني الوقت اللازم. انا بعرف كمان قديش مقصر تجاه اولادي بسبب المهنه. انت صحفي بتعرف، كثير من الصحفيين بيعرفوا تماما انه هيدي المهنه، يعني هي مشكلتها الاساسيه انه حياتك العائليه بالنهايه بتضعضع من خلال هذه المهنه بالذات. طيب يا محاولة اذا بدك الفراغ اللي تركه والدك عنه، نعم، او الحرمان او هالوقت اللي ما قدر اعطاك اياه، لما حاولت تعوض عنه مع بناتك؟ يمكن عم بحاول او حاولت، بس اكيد مقصر. عم بقول لك هيدي مهنه ما لها وقت ريكاردو. هيدي مهنة بده يمارسها، بده يعرف انه في اي لحظة في عنده عائلته بالبيت وفي عائلة اخرى هي جريدته، وبده يعمل عائلة كمان نفس الشيء، بده يعرف انه في عنده اولاد. تماما. بس انسان بالحياة لما يختار مهنة بده يختارها بمصعبها، وبده يعرف تماما انه هذه المهنة بتأدي لهذا النوع من النمط في الحياة. شوف كيف؟ بس بيقدر يوفق بين اثنين. بيحاول يوفق بين اثنين، يعني بقدر انه الوالد حاول يوفق بين اثنين ونجح يوفق بين اثنين. بقدر انا انه اللي علمني بيي قدرت نوعا ما استفدت منه. ومثل ما ربينا، مثل ما ربى خيي الله يرحمه، مثل ما ربى اختي الله يرحمها، بقدر انه ربينا على اساس وقيم كثير مهمه. يعني انت على صورته عم تتمثل فيه؟ انا على صورته، بتمنى اكون على صورته. شو كيف سهل كثير واحد يقول على صورة بي. كبي. بتمنى حتى كباي يكون على صورته. انتبه، يعني بتمنى اكون على صورته كباي، بتمنى اكون على صورته باخلاق. على طول صوره البي هي صوره الاساس. طيب لمين كنت اقرب، لبيك او لامك؟ اكيد انه الوالده كانت هي اقرب لنا بالبيت، لانه كانت معنا بالبيت. بطبعك مين بتشبه اكثر؟ ما بعرف، ما في اقول لك. انا في اقول لك مين بشبه اكثر، شفت كيف؟ بس وما في اقول لك مين بحب اكثر، يعني السؤال الكلاسيكي مين بتحب اكثر؟ ما بقول لا اطرحه عليك، لانه الواحد يعني في 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 انواع مختلفه بالتعاطي والعلاقه بين اشخاص. ما فيك تحب شخص مثل الثاني، ان كان بي او ام. امي بحبها بطريقه كنت، ويمكن باحترامها بطريقه، بي بحبه بطريقه اخرى وعلاقتي معه مختلفه تماما. هذا لا يعني انه واحد بحبه اكثر من الثاني، او انه واحد كان والله يهتم فيه اكثر من الثاني. هيدي امور اليوم صرت بفهمها اكثر واكثر. يعني جبران، اول صدمه بحياتك كان طبعا وفاه اختك، نعم، نيلة، وكان عمرها 8 سنوات. نعم. هالكارثه اللي وقعت عليكم على البيت، كنت انت طفل، يمكن بتتذكرها اليوم بشكل مبهم او بشكل غير واضح، لكنك بتذكرها. كيف كان وقع عليك؟ شو هي الاسئله اللي انت بلشت تطرحها على نفسك وعلى الناس اللي حواليك؟ وبالتالي الموت شو سرق منك؟ يعني الموت على طول بيسرق منك ريكاردو. يا بتكون مؤمن قلت لك وبتحاول انه تتخطى الصعاب وتخلق لنفسك نوع من هيك مش مبررات او اعذار، بس اول شغله قالوا لي انه سافرت. هذا الشغله الكلاسيكي بيقول كل شخص بيقوله لشخص ثاني لما يكون بعمر معين. يعني تاني شيء لما كنت اسألها بعدين قالوا لي خلاص انه طلعت عند يسوع. ويمكن هون بصير الطفل بيجرب يخلق هيك علاقه بينه وبين ربه وبينه وبين ديانته، وبيجرب يفتش عن الاوقات الضايعه او يفتش عن الاشخاص اللي منهم موجودين من خلال هذا الايمان وهذا الحوار اللي بيربيه وبينما بينه وبين ربه. واصعب امور ما فيك توصفها. والاصعب مش علي، الاصعب بيكون اكيد يعني على الام. صح. والاصعب على البي. شفت كيف؟ أكثر مما يكون أصعب إذا بدك على خي صغير ما قدر عايش أخته. بس يمكن البي والأم بيقدروا يعبروا
عن أحاسيسه، لكن طفل بيكون مكبوت ما بيعرف كيف بده يفرجي أو يظهر. صح، يمكن يمكن وحزنة. يمكن بس اللي في لك يمكن إنه اليوم بحس أكثر بهذا الفراغ، لأنه هذا الفراغ أصبح اليوم بعتبره إنه نوعا ما في حاجة، كان إنه مثلا يكون عندي أخت أكثر مما كنت صغير، اللي يمكن ما كنت بعدني واعي أو فهمان تماما شو معنى واحد يكون عنده أخت. طيب دائما نتيجة الموت بتكون كآبة وحزن وتعاسة بالقلوب وبنفوس بجو البيت. طبعا بطبيعة الحال هالشيء انعكس على بيتكم بشكل درامي. والدتك انتقلت إلى عالم الشعر والكتابة لتعبر عن أحاسيسها، وبيك يمكن كب على شغله أكثر، صار يشتغل أكثر ويعطي ساعات من العمل أكثر من قبل، وبقي جبران وحيد مستوحد ويمكن مهمل. هالصورة قديش بعد راسخة بذهنك لليوم؟ لا ما بعتبر هيك، بعتبر إنه الحزن أكيد الحزن دخل البيت، بس لا الأهل عرفوا خلقوا جو بالبيت يعوض عن الشيء هذا. أمي إيه كبت على الشعر، تبت إنه من خلال الشعر فيها تعبر عن مشاعرها وفيها تحاول ترجع تلاقي ذاتها، ويمكن تلاقي نايلة الله يرحمها أختي بين كبع الشغل إيه، لأنه إنسان صلب وقوي وإنسان مثل ما قلت لك مؤمن، واعتبر إنه هذه مشيئة الله وهذه مشيئة ربنا. ونفس الشيء بعدنا مبيت واحد، بعدنا إجا مكرم مالكي يلي رجع دخل إذا بدك البهجة للبيت والبهجة للبيت عند الوالدة وعند والد. طيب جبران رح ننتقل أو رح نكمل المشوار ورح نوصل إلى أيام الدراسة. من الملاحظ أنا غيرت كتير مدارس، ليش؟ لا غيرت حلك كم مدرسة يعني. أولا ما لا أقول لك إنه الآي سي، قبل الآي سي كنت بعمل كولج آي سي، أولا ليسي آي سي مولسال. وفي لك إنه متلتي يعني نقلت، لأنه مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج شحط شحط. بالليسي مذكر إنه المعلمة إجت مرة قالت لأمي ريحانة، قالت لها ما في ياهو أنا بالصف يعني ما في ساعة تاني الصف يعني. بقى رحنا على الآي سي، أساس كانت آي سي أكتر هيك منفتحة أكتر بعقل أمريكاني والقصة كلها. إيد الآي سي مضبوط، إيد الآي سي يعني يمكن للبكالوريا صف السكوند، وبالآي سي تركت الآي سي لأنه كمان انشحطنا مرتين، انشحطنا لأنه صار فيه بعد نذكر يومتها كانت مبلش المعارك بين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، وكانت 73 و74 وكنا نقلين جديد على المشرف واحتلينا المسجد المدرسة وسكرت مدرسة الجامعتين، وفي مدير من مدراء المدارس صار الدينت وتلميذ وقام معطر كارثة يعني. صار في إذا بدك كان بلشي يعني تتحرك الأمور على الأرض مع الطلاب، واجتمع مجلس تأديبي بالمدرسة وطلبوا من 10 طلاب إنه يسمحوا ويتركوا المدرسة. تركنا إحنا على مرسال. المرسال بالحقيقة يعني مدرسة كتير منيحة يمكن كتير مهمة، بس إنه ما كان كتير أنا عقلي يركب على أخوارني شو جاي من الآي سي ومشاغب وهيك. مرسال متحفظة هالنوع هيدا، بس الشيء اللي صار واستفادوا منه يومتها بالمنصار هو انه اول مظاهره يمكن كبيره نزلت على الطريق كانت يومتها بال 75 لما صارت اول مشاكل بين الجيش والفلسطينيه بعد مقتل معروف سعد. ومذكر انه مع انه كنا علقانين مع الاداره جامعه الاي سي يعني اللي اجوا جديد على المنصار مع الاساتذه، طلبوا منا انه اذا فينا نساعدهم بتنظيم المظاهره اللي تتعلق انه نزلت يومتها كل المدارس والجامعات بهالمظاهره الكبيره. انطلقنا من الاي اس جي وقتها، بقى طلبوا منا بصفتنا اختصاصيين بالاي سي بهالامور هذه انه ننظم المظاهره، ونزلنا مظاهره. بعد المظاهره شفت كيف استفادوا منا وقالوا لنا انه هلا ماشي حالها يعني فينا نستغني عن خدماتكم كمان. بس هوني بس قدمت بكالوريا بعدين بالمنصال ومشي الحال. ايه مشي الحال. جبران انت من القلائل يلي ادوا خدمه العلم بارادتهم. نعم. ومن الخبريات اللي نكشتنيها عنك أنا أقول هذا من أيام أنت وظاهر من السكنة أو هربية من السكنة ما بعرف لتلاقي حبيبتك هنالك رصاصة من أحد القناصين اللي أصابتك. هذا صرنا في المكسيكي يعني كارلو، مش هيك الحقيقة أبدا. لا خبرنا. مزبوط أنا دخلت الخدمة العسكرية، خدمة عسكرية، واخترت أن أدخل الخدمة العسكرية. ونقيت يمكن يومتها السكنة، نقيت هاي السكنة هونيكي لأنه اعتبرتها أنه حب بيت الحبيبة البنت اللي كنت أقدر معها وقت المدرسة.
بس طلعت هذا السكن الإيطالي الوحيد ببيروت وأسوأ سكن وما حدا بيهرب منه أبدا يعني سكنة المضاد الطائرات الكتيبة الأولى. الشيء بدي أقول لك إياه والأساس أما وصل لأسطر صاصة إنه بعد من أهم مراحل حياتي هي الجندية. بعد إنه كثير أمور تما أقول لك 80% من نمط حياتي ونمط نظرتي للحياة تغيرت لما فت أنا على الجيش عملت خدمة عسكرية خصوصاً عملتها بالحرب مش أيام الجماعتين كانوا يعملوها. وإذا بدك إنه تعيش بغرفة فيها 60 شخص مع ناس من كل طبقات من كل طوائف تتحمل معهم التعتير تخدم تصير مثلك مثل غيرك انحصرنا أكثر من مرة تقوص علينا أكثر من مرة هالأمور كتير أثرت أنا بقدر فيه وبعدين تأثر بكل إنسان يعني دخلت شيء وظهرت شيء تاني. هلا ظهر بالنهاية على المستشفى لأنه تقوصت يوم انقلاب الأحدب ب 12 أدار برصاصة طايشة؟ لا بالناس كنت يوم تبلش الأنص وبلش يقوصوا على العسكر كانوا يعني بتعرف على طول العسكر في لبنان مستهدف من وين قبل الميليشيات ومن قبل الغرباء ماكي بقى كانوا يوم الله يجزيهم الخير فلسطينيين عم بيقنصوا على الجيش اللبناني كالمعتاد كانوا أصحابك وقتها لا لا يعني أنا مع القضية الفلسطينية فلسطين بس ضد وجود الفلسطيني ضد الوجود الفلسطيني في لبنان للآخر وضد كل الأعمال اللي يقوموا فيها الفلسطينيين في لبنان بس بعديك فترة كنت يساري النزعة تبي كنت عم دافع عن وجود الفلسطيني تبي لا غلطان هيتو أرشيفك مقصر معك الأكيب مقصر معك بشغلك الكاردو بعبر أنه اليسار واليمين مش ندخل فيها هيدي كل شاب بحياته بيمر بمرحلة بيعبر نفسه صار يساري لأنه رفضوي وثوروي وفي لك اليوم يمكن أنا الشخص اللي بتأثر فيه واللي بحبه وصوره بمكتبي وبيتي بقوتي وين ما كان هو تشي جيفارا شوف كيف طيب لأنه بعد من الثورة هي شغلة أساسية بالحياة وبعد من الثورة شغلة هيك شفافة وطاهرة ومجنونة وأنا بعبر نفسي أنه هيك هلا كنت يساري حسب شو يسار شو اليمين بس اللي بدي لك هي حول قضية فلسطينية نعم بعد أن قضية فلسطينية قضية حق وقضية محقة وحق إنه فلسطينيين يكون عندهم وطن وأرض ولبل بعتبرها هذه شغلة مقدسة ما هيك بس مش على حساب بس بيرون. مش مقدسة على حساب لبنان أنا ضد كل الأعمال اللي قاموا فيها فلسطينيين بلبنان ضد الحواجز كانوا ينصبوها على مداخل مخيمات وفي بينين دولة ضمن الدولة ضد إنه والله تحرير فلسطين يبدأ بجوني ما هيك ضد انه والله اي لبناني يوقفوا مش بس فلسطيني يوقفوا فلسطيني وسوري واسرائيلي وكردي وايراني وبدك ايه هيدا بلدي مش بلد الغير ونحن بنقرر معزيمنا شو بيعملوا مش اللي بيقرروا عنا شو بيعملوا هيدا فرق كبير في نعم طيب جبران طويني ب 76 تقريبا بقى بس الرصاصه تقوصت بركبتي ركبتك نعم بلع السلامه شو صار بالحبيبه الحبيبي تجوزت وعندها بلاد والأبوية أظن بعد الحادثة انتقلت إلى باريس إلى العاصمة الفرنسية انتقلت مع عمر بعد الحادثة خطفت نعم خبرنا من خطفت شو خبرك مثل هالناس ماشي هالخبريات هذه خبريات كل الناس وهالخبريات اللي تعرضوا عليها تعرضوا لها كل الناس بلبنان ويمكن نحن يمكن أنا ويمكن من الناس مع أقل من غيرنا هاي خبرية الحرب وهي خبرية ويوميات من خطفك؟ خبرية ويوميات كتيب خطفت كتيب على ديش وقت؟ خطفوني 24 ساعة 24 ساعة نعم طيب يدلو كيف كانت الأجواء؟ أجواء؟ تحكي بأجواء خطف قبل يوم أحنا القواصل بعد القصة تركت لبنان انتقلت إلى باريس مع أمك ومع خيك هنالك دخلت جامعة أساس لدراسة الحقوق لكن بعد سنة تركت سنتين بعد سنتين نعم. تركت المحاماة وانتقلت إلى عالم الصحافة ودرست الصحافة نعم. بجامعة خاصة بباريس ليش هالنقلة؟ لأنه اعتبرت نفسي أنه أنا بدي أعمل صحافي وإذا عم بدرس حقوق بس يكون عندي نوع المعلومات العامة أفضل أدرس صحافي وأدرس علاقات دولية وعلاقات دولية لها علاقة أكثر ب إذا بدك نوع من هيك المهنة اللي أنا بدي مارسها أكثر بكثير من الحقوق هل بتأمن بالإرث الصحافي؟ هل بأمن بالإرث الصحافي؟ الإرث بالحياة تبع الإنسان شغلة موجودة ومش موجودة ما فيك تجبر واحد يعمل شغلة مش حابب يعملها هلأ وضع البيت إذا بدك ممكن يساعدك إنه تعمل خيارك
بطريقة أفضل إيه؟ يعني يمكن تحب أو ما تحب أبداً مهنتك أكثر نعم. إيه؟ بس ما في والله لأنه واحد بيو صحفي هو أوتوماتيكياً بيصير صحفي أو إذا بيو سياسي أوتوماتيكياً بيصير سياسي، هذا لا، هذا شيء أنا ما بأمن فيه، مش مزبوط. بهالحقبة، حقبة الحرب، أصدرت النهار مجلة النهار العربي والدولي نعم. وما كانت وقتها مجلة ولا ويكالي، كان بين اثنين بعدها، لا كان جريدة أسبوعية والنهار أصدرتها لأنه يومتها صار في خطر على الصحافة في لبنان كما في كل وقت. يومتها دخلوا السوريين ما بين جريدة النهار بسنة 77 واحتلوها وسكروها لمدة أسبوعين، على لذلك نحن اعتبرنا أنه كان ضروري الاستمرار في الرسالة، ننقل لفرنسا ونصدر من هناك أسبوعية لحتى نشوف أنه هالأسبوعية هل منحولها ليومية من الخارج بالمنفى أو بترجع النهار يوميا من سحب السوريين مبنى النهار بحرروه هيك يعني بيفلوا منه ونرجع نحن نبلش بجريدة النهار. هون دخلت أنت مطرك الصحافي، هذا صار اللي صار أنه فلوا السوريين، بقيت النهار على بدول كأسبوعية أنا بلشت فيها، كنت يوم تهتم بالاشتراكات وبعدين بالمطابع ببريز بقصن الصف وتركيب، بعدين بالإدارة شوي، بعدين بلشت أعمل مقابلات وطورات مستديرة. بعدين ب79 كان في قرار زوجت، وكان في قرار أصلا قبل ما أتزوج أنه هل منسكر النهار على الدول أو مكفية، وهون حصل الخيار أصبحت مجلة. قعدت مع الوالد قلت له لا أنا بدي أسلمها، بدي اعمل مجله. وبعدين تذكرت انا قلنا شو لنا علاقه بالمجلات، نحن في غير مجلات لاصحابنا مثل الحوادث لسليم اللوز الله يرحمه اللي هو استاذنا كنا صحافي، وبلا هالقصه قلت له انا ما بدي بلش شيء مش ماشي، يمكن بلشنا بالنهار على الدول اذا بدك. وكنت ببريز اول كذا شهر وبعدين نقلت لبيروت لانه اعتبرت انه لا معركتي في لبنان. طيب جبران، بشهر ايلول 79 زوجت، بشهر 79 صدر اول عدد من المجله. نعم. هل كانت المجله هديه العرس؟ إذا بدك هدية عرس، لا مين بده يهدي مين؟ كانت مجلة صدفة، بس صدفة حلوة. شوف كيف؟ باعتبارها كانت صدفة حلوة، الهدية الحقيقية اللي هدوني إياها شباب النهار على الدول العرس كان العدد صفر. العدد صفر طلع وسلموني يوم عرسي. بعدين قلت لك أول بتشرين، وبعدين نقلنا على لبنان. جبران، العودة إلى بيروت، حروب الثمانينات، تغيير العهود، محطات بارزة بحياتك رح نتطرق لها ورح نتوقف معها بعد الفصل الإعلاني. أصدقائي المشاهدين، معكم مع برنامج مرايا بحلقة مع الأستاذ جبران تويني، من تبع بعد الوقفة، خليكم معنا. عودة إلى حلقة مرايا الليلة مع الأستاذ جبران تويني، مساء الخير مرة تانية. مساء الخير جبران، دائما الأمور معك خارجة عن المألوف. بالثمانينات كان بلبنان حرب أو حروب، كان في دمار، كان في قصف، كان في نيران، والناس كانوا عم بيهاجروا وعم يتركوا. أنت على العكس، تركت العاصمة الفرنسية ورجعت إلى بيروت مع عائلتك وسكنت بيت مري، وهون إذا بدك بدأ احتكاكك بالواقع اللبناني عن قرب وعن كثب. عودتك إلى لبنان تزامنت مع الشيح الإسرائيلي، مع انتخاب بشير الجميل. الشيح الإسرائيلي 82، وجه بعد سنة أو سنتين. سنتين يعني بالمرحلة، مرحلة الثمانينات. انتخاب بشير الجميل. نعم. حرب الجبل. نعم. كصحافي وكرئيس تحرير مجلة، كيف تفاعلت مع الأحداث هيدي، وخاصة مع حرب الجبل، طالما أنت بتنتمي إلى الجبل من أمك؟ نعم. أنت نصفك درزي. مزبوط. أولاً عودي على بيروت وللبنان مهم كتير، لأنه بعتبر أنه أي إنسان بده يدافع عن قضية أو بده يدعي أنه هو عم بيعايش موضوع معين وعم بينظر فيه بين مزدوجين، هالإنسان مطلوب إذا بيحترم القارئ تبعه أنه يكون قاعد معه إلى جانبه
عم بحس اللي عم بحسه هذا القارئ وهذا المواطن، وعم بعيش هذه اللحظات اللي عم بعيشها. دون أن ننسى أن أنا لبناني، وبقدر أنه لبنان كان عم بيمر وما زال بمرحلة تاريخية وعم بعيش. أنا بعتذر بس رح وقفك هون سؤال صغير. قراء النهار العربي والدولي كيف كانوا موزعين على الأقطار العربية؟ كان في ضياع بالهوية تبع النهار العربي والدولي بالأول، يعني ما كنا عارفين إذا كانت عربية ما يسمى بنراب أو لبنانية. لا، لما رجعت على لبنان أخذت خيار واضح، النهار العربي والدولي مجلة لبنانية، دورة لبناني أولا، هدفها لبنان، قضيتها لبنان. يعني أنت رجعت لبيروت؟ نعم. من أجل؟ أكيد تحويل هذه المجلة مجلة لبنانية، اختراق الجمهور اللبناني أو القراء اللبنانيين. أكيد. بقى إذا بدك بقدر إذن أنه لما أنت بدك تحكي مع قارئك وتحاوره، بده القارئ يحترمك، يقول لك طب تعقب معي، تعال شوف شو عم بيصير، ما تنظر من برا. هي الواحد ينظر من فنجان قهوة على الفوكتس، هيك بالفوكتس عن لبنان وحرب لبنان، ويعطيك دروس بالوطنية، ويقول لك أنتم خربتوا البلد، ولما تخلص القصة بنرجع، وفهم كيف؟ يعني القادر كان على الأحسن يكون موجود معنا هون مع اللبنانيين. إذن هيك كانت مرحلة مهمة كتير، خصوصا أنه فريق عمل النهار العربي والدولي كان فريق عمل شباب، ما كان في صحفيين محترفين، كان في شباب. أنس الحاج ما كان معكم؟ كان الأستاذ أنس الحاج رئيس الدائري، ترك بعدين راح أبرز الياس، بس الفريق العمل الحقيقي كان شباب. والنهار العربي والدولي كبرت إذا بدك مع الشباب، والشباب كبروا مع النهار العربي والدولي. أنسي أستاذ أنسي الحاج رئيس تحرير النهار اليوم هو الوحيد اللي كان من اللي بيسمون فيا جارد، يلي كان لأنه مقتنع بالنهار العربي الدولي بصميمه اللبناني إذا بدك. أنسي الحاج كان مقتنع أنه هذه المجلة لازم تلعب دور وإلى مكان ولازم تكون موجودة على الأرض، وهذه الشغلة أكيد ساعدت كتير. يعني طيب حرب الجبل كيف تفاعلت معه؟ هلا قبل حرب الجبل كان عندك الاجتياح الإسرائيلي وكان عندك بشير. أولا بالحرب كون أكيد أنه النهار العربي والدولي البعض كان يعتبر فريق، كانت فريق ضد الغرباء. أنا بالنهار العربي والدولي ريكاردو كنت صحافي من بين الصحفيين بيمثلوا كل الطيارات في لبنان وكل الطوائف في لبنان، وكان حر كل صحفي في النهار العربي والدولي ينتمي لعائلة النهار العربي والدولي أنه يكتب بده إياه. برجع بقول وبقولها بكل صراحة، يعني لا بتقولها وبتش في ناس موجودين، انه هذا مشروع مستشار رئيس حرير اليوم كان بالنهار العربي الدولي، ومعروف كان يومتها سياسته اللي ما كانت مثل سياستي، بس كان يكتب بده اياه. ودي حلو يلي بقولها ومش مستحي او مسوري، ويلي اليوم هو بالشام مسؤول عن مكتب اف بي، كان يكتب بده اياه. ما بحياتي سمحت نفسي او سمحنا لحدا انه يجي يقول لواحد منهم لا بتكتب هيك وبتكتب هيك. وهلو مجر عبد الهادي محفوظ، هشام قاسم، نوفل ضو، نبيل براكس، كله هذا كان نهار على الدولي اذا بدك. بس معقول يكون في مجله ما في خطوط عريضه؟ في خط عريض واحد، خط عريض واحد تكتب بدك اياه طالما انت عم تدافع عن فكره لبنانيه او عن طرح لبناني او عن وجهه نظرك. بس ممنوع شغلي اساسي، ممنوع هو التعاطي او الدفاع عن اي غريب، ان كان غريب عربي او غريب بنهايه اجنبي، على حساب السياسة اللبنانية أو أي لبناني كان. يعني ممنوع أنه أنت تبدي الفلسطيني على اللبناني، ممنوع تبدي السوري على اللبناني بسياسته على حساب لبنان، ممنوع تبدي الإسرائيلي، ولذلك نحن كنا نسميه الاجتياح الإسرائيلي، كنا نعتبره عدو إسرائيلي وما زلنا نعتبره عدو إسرائيلي لليوم بالنهار كمان. هذه كانت سياسة النهار على الدولي، هي سياسة النهار، ما هيك؟ طيب البعض كان يعتبرنا مجانين متطرفين. نعم بحضن لبنان متطرفين، نعم ضد بعض التصرفات اللي كان يقوموا فيها او اكثر التصرفات يقوموا فيها الفلسطينيين، كنا متطرفين ضد التصرفات السوريه لما كان سوريا فريق في الحرب اللبنانيه، كنا ضد، اكيد كنا ضد اي غريب، ضد الاجتياح الاسرائيلي يلي ما زال اليوم محتل للجنوب. هاي الامور ما بستحي فيها وما حدا منا كان يستحي فيها وما كان يستحي يحكيها. ولذلك النهار العربي والدولي اذا بدها، لذلك النهار العربي والدولي كانت هدف اساسي عن كل السياسيين وعن كل القوى الموجودة على الأرض في لبنان ومحتلة لبنان. طب جبران من حرب الجبل بتقول لي علي حمادي كان من النهار العربي الدولي، أنا نصي درزي، وعلي حمادي خالي ومروان حمادي خالي ونادية حمادي تويني أمي، وحرقة بقلبي كانت حرب الجبل، وحسيت مثل الواحد عم بيجي يقصه اثنين، شفت كيف؟ بس حرب الجبل أنا عارف تماما أنه كانت فخ إسرائيلي هيكي، وهذا الفخ الإسرائيلي نجروا عليه بعض اللبنانيين، البعض عايش هذه الحرب كردة فعل، البعض الآخر مارس هذه الحرب من خلال هذا الفخ،
الى جانب الفلسطينيين. ما حدا ينسى انه بحمدون ذبحوا اول ناس كانوا فلسطينيين، كانوا فلسطينيين هيكي. وبعض اللبنانيين كانوا معتبرين حالهم انه هن لانه من تابعين لليسار من القوميين السوريين اول ناس ذبحوا بيوتهم. انا حرم جبل ما في بس شوف مثل البعض بيقول ايه بس حق على هيدا لانه طلعوا لعند هيدا. انا كمان بشوف نتيجه انه نتيجه تهجرت ناس ما رجعت على بيوتها اليوم. وانا اذا ما حكيت هذا الكلام انا بكون صادق مع نفسي، اذا ما حكيت هذا الكلام والله لحتى ارضي نصف الدرزي، لا نصف الدرزي ما بيسمح لي اكذب انا على نفسي، لانه بالنهايه نصف الدرزي انا مش هيك معلمني كان. شفت كيف؟ في واقع صار، في امور حصلت بدك تحكيها مثل ما هي. هذا دورنا. هلا مش موافق معي موضوع اخر، بالتحليل بتغلط موضوع اخر، بس في وقائع صار في اخطاء من عند الكل، بس في طرف دفع ثمن اكثر بكثير من الكل. طيب وما زال اليوم عم يدفعه. من يساري الى مؤيد لبشير الجميل. نعم. في فرق كثير كبير. نعم. كيف قدرت ليش بشير عن عقيده؟ بشير جميل ما كان عنده افكار ثوروية قد تعتبر يسارية؟ هل الوقوف الى جانب الفقير افكار يسارية فقط؟ هل الانسان انه يطالب بضمانات اجتماعية للمواطنين هي افكار يسارية فقط؟ هل الانسان يحلم بالثورة لحتى بلده يقوم ويصير حر وسيد ومستقل والشباب كلهم دور وكلمة ويصير بلد مثل ما نحن بنحلم وهذه افكار يسارية فقط؟ انا ما بدخل بقصة يسار واليمين. طيب بس كل مؤيدي التيار اليساري كانوا ضد بشير الجميل. مش هيك صحيح ابدا. انا بعتبر انه بشير كان يساري اكثر من اكثر بكثير من يساريي الصالونات ماكي يلي هيك منهم هودي بيعملوا حالهم هيك انه البعض. طيب اعضاء الحركة الوطنية وبشير الجميل هيك كانوا على اتفاق؟ اعضاء الحركة الوطنية محترمين عندهم رأيهم السياسي وبشير الجميل عنده رأيه السياسي. هذا لبنان مش لبشير الجميل بس او لاعضاء الحركة الوطنية بس. هذا لبنان بالنهاية هالحرب اللي عشناها لأنه كان علينا أن نعيش هذه الحرب. بس كان التيار اليساري نعم ممثل بأعضاء الحركة الوطنية. نعم. غلطان أو لا؟ لا مش غلطان. بس إنه ما كان في شيء اسمه يسار مزبوط. يعني أنا بعتبر إنه وليد جنبلاط يعني منه كتير قريب من اليسار ماكي. وليد جنبلاط يعتبر من العيال اللي الإقطاعية الموجودة بالجبل اللي تعطي أيضا هيك إقطاعي بين مزدوجين يعني ماكي. انه وليد جنبلاط مش ابن شخص بلش شغله بالمعامل وبالمصانع وبالارض مزبوط صح جبران. وكل جماعه اليسار هيك يعني كمان، وكل جماعه اليمين غير هيك كمان. هذا يسار ويمين ضرب بمفهوم الحرب. طيب رح نصيغ السؤال بطريقه ثانيه. جبران خلال مشوارك بنلاحظ انك تقلبت كثير كثير. نعم. وانك تحلفت كثير كثير، يعني من مؤيد للرئيس بشير الجميل لمؤيد للرئيس امين الجميل لمؤيد دكتور سمير جعجع. كان في الحبايا سمير جعجع محافظ الألقاب طبعا ميشيل عون. هالتقلبات كلياتهم كيف قدرت تواكبتهم؟ هل عندك قدرة؟ أنا أولا ريكاردو مني حزبي. أنا إنسان حر، صحفي حر. بس عندك مبادئ. قلتها كصحفي حر عنده مبادئ وقناعات. أنا بتابع قناعاتي وبتحالف أو بكتب عن أو بأيد أو بصير خصم لأشخاص بعتبر أنا أنه يا ماشي بقناعات أنا ماشي فيها يا خالفت القناعات أنا ماشي فيها. أنا ما بعتبر حالي أنه إذا واحد غلط لازم ضلني أنا دافع عنه للآخر. لكنك تكيفت مع كل العهود. خليني كفي لك، أنا ما تكيف مع كل العهود، أنا مني سياسي أنا صحفي. طيب بكتاباتي دفعت عن عدة أشخاص كانوا موجودين بعهود مختلفة. بشير جميل بعتبره كان ضرورة للبنان. بشير جميل شاب لبناني بطل هيكي. بشير جميل شو من قال عنه؟ أخطأ أكيد أخطأ، بس بشير جميل كان يتعلم من أخطائه، كان يتطور وكان عنده حلم اللي هو حلمنا كلنا. بشير جميل فاق مثلنا كلنا، معنا سلاح بين إيدينا ما عارفين شو عم بيصير، بس أسطورة بشير. شئت أم أبيت أسطورة. ما بتحبه موضوع آخر. أمين أسطورة عظيم. وتكفي عن بشير. بشير جميل انتخب واتهم إنه كان تقسيمي، وإذا هو مات يمكن استشهد بشير جميل، بينما كثير من اللي وراء قتله واللي قتلوه عم بيسرحوا يمرحوا اليوم بيت الدولة. بشير مات لل 10,452 كيلو مربع وتيضلوا راسهم مرفوع. قال لا للكل، حتى اللي اتهم انه جابوه للاسرائيلي لباقي من الزيت. طيب تحكي عن امين جميل. امين جميل مش على طول النهار على الدول كانت مؤيدته، كانت تأيده او تختلف معه حسب سياسه والاداء السياسي. ما في شيء اسمه بمطلق انت مع شخص. بس كنت النهار معه. النهار الأمين جميل اعتبرتنا انه كان
في انت وانت بلشت اذا بتتذكر مفاوضات بكفية مع السوريين واعتبرنا انه صار في بازار ما كتير نظيف كنا ضده. طيب اللي حبايقة كان قائد قوة لبنانية وإلي كان صديق اختلف معي حبايقة نهار صار اتفاق سوريسي وهو بيعرفها لان انا كنت ضد الاتفاق السوريسي لان انا كنت بعد الاتفاق السوريسي بيعطي امتيازات لسوريا في لبنان انا بعتبر انه بتنال من كرامة لبنان ومن سيادة لبنان ومن سيادة لبنان وبتجعل من لبنان انه خلص يعني ما عاد له وجود صار دولة تابعة ولذلك ما كان انا تجاه نفسي وتجاه قرائي اللي بيعرفوا انا شو ممكن دافع عن شغلة انا ماني مآمن فيها ما مآمن فيها. طيب سمير جعجع نعم كنا مع الانتفاضة يوم صارت يعني صارت على الاتفاق السوريسي كان عم بيسلم لبنان لسوريا بإطاره يومتها عظيم وقفنا كنا سوا كنا صف واحد بهذه المناطق لانه كنا عم نعتبر وبعدنا عم نقول ونحن بانه لبنان لازم يكون حر مش مطالبين نحن بتحرير الشام نحن مطالبين بانه نحن نحترم ويعترف بنا كدوله مستقله فهيكي والسيده بتقعد على الطاوله مثل الدول الثانيه بتتعاطى بتتفاوض في دور لسوريا بالمنطقه اكيد في دور للبنان بالمنطقه اكيد. طيب ليش حديتوا بعدين؟ رح اقول لك ليش اختلفنا بعدين مش نحن اختلفنا مع سمير جعجع بعدين سوء الحظ يمكن هو اللي اختلف معك سمير جعجع مش اختلف معي انا ماشي يعني معكم سمير جعجع ومش معنا سمير جعجع اختلف هو مع قسم كبير من الناس لان يومتها كان في طرح اخر كطرح اتفاق الثلاثي واللي كان الانسان بده يختار هل انت مع او ضد واللي كان اتفاق الطائف هيك وحصل اللي حصل لما كان في رئيس عون ضد اتفاق الطائف وسمير اختار الطائف هيك سمير اختار الطائف كثير من اللي اختاروا الطائف يومتها رجعوا عن الطائف منهم بيير حلو رئيس الرابطة المارونية اليوم بيقول لك انه نعم ظننا يومتها انه الطائف مزبوط واز بلفي كانت الطائف مش مشكلة ما جينا نحاسب اليوم الناس يعني ما عاد عندنا وقت بقى كتير نحاسب الناس اذا بدك لانه يعني ما عاد باقي شيء بقى من البلد. طيب اذا اختلفنا اذا بكل صراحة بقول لك مش انا اللي غيرت انا بقيت ماشي على خط واحد وبعتبر انه قناعاتي هي اللي نصت علي هذا الخط واحد. طيب معقول كده الناس تغير وانت ما تغيرت؟ ليه بدي اتغير؟ كان بده شعبك تغير؟ طيب ليش الناس هو اللي تغيروا؟ شعبك تغير؟ طيب ليش الناس تغيروا ما بعرف تسالهم لانهم الناس تسال السياسيين. طيب هني ليش تحالفوا معك؟ تسال السياسيين هل ايمنوا فيك؟ هل اتفقوا معك؟ انا في مصلحه انا مني انا مني سياسي ما بيامنوا فيي. انا وسيله اعلاميه والوسيله الاعلاميه هي اداه اساسيه في حياه كل سياسي هو بحاجه الى الوسيله الاعلاميه اكثر من الوسيله الاعلاميه بحاجه الى السياسي هذا الفرق الكبير بين السياسي والاعلامي عظيم. طيب الاعلام يعتبر انه لما هذه القضيه يجب ان يدافع عنها وهذا الشخص يجب ان يدافع عنه الاعلام بيدافع عنه مع انه بيعطي كمان وجهه نظر اذا مش النهار اللي غيرت او النهار على الدولي او جبران توين الصحافي اللي غير واسال الناس من الناس ما غيرت الناس كمان اليوم الناس بعدها على نفس الموقف حول مبادئ ما عم بقول لك بالسياسات الصغيرة تغير بس المبادئ الأساسية هيدي حرب اللي خضناها نحن اليوم حرب مصير وما زلنا عم نخوضها اليوم بأيام السلب ما فيك تلعب أنت بمصير وطن هيك بأنه تغير خياراتك ماكي ونهار تكون هون ونهار تكون هون. الحرب اللي حصلت بين الويت اللبناني والجيش اللبناني بقيادة الرئيس ميشيل عون دفعت ثمن الجيش اللبناني بقيادة الرئيس ميشيل عون أو الحرب طبعا ما فهمت سؤالك مظبوط الحرب اللي نعم. حصلت بين الجيش اللبناني نعم. بقيادة العماد ميشيل عون والقوات اللبنانية نعم. في شيء غلط؟ لا مظبوط دفع ثمنه مجلة النهار العربي والدولي إذ تم إغلاقها وتوقف صدورها نعم. نحن نعرف طبعا أنه المواقف السياسية بحياة كل إنسان بتكلفه كتير غالي وانت كلفتك مجلتك نعم. جبران تويني بهالمرحلة انتقل من جديد العاصمة الفرنسية سكن هونيك بالتسعين انتقلت طبعا بالتسعين مش بسبب الحرب انتقلت انا بالتسعين على فرنسا ريكاردو بسبب دخول القوات السورية ب13-20 المناطق الشرقية المناطق الشرعية اللبنانية يومتها واستلام الحكم الحالي زين نتيجة حرب الإلغاء واغتيال مش حرب الإلغاء الحرب اللي حصلت واغتيال داني شمعون طيب انتقلت لباريس نعم بعد سنة تقريبا رجعت ما انتقلت برغبتي على باريس رجعت بعد سنة تقريبا لا مش سنة ثلاث سنين ثلاث سنوات حاولوا بعد المقربين والاقرباء يعملوا واسطه يمكن لترجع كيف رجعت؟ لا بدون ايضا ما رجعت على لبنان؟ نعم ريكاردو بمهنتنا اللي بده يبلش يمد دينته ويطلب اذن بضل موطي رقبته. ايه طيب جبران رجعت الى لبنان بعد ثلاث سنوات بباريس بدون اي ضمانات؟ انا رجعت بعد ثلاث سنوات من باريس الى لبنان وانا بقول لك اياه انا ما دخلت باي مفاوضه لا بل صار مفاوضات قبل
معيكي لحتى نرجع ما تأخذني ونخوض انتخابات نيابية لما بلشوا يعينوا النواب ويعملوا البزارات هذه كلها سوا. إيه طيب، وبقول لك إنه كتير من الناس كان نحن معتبرينهم هيك رسمين، شفنا إنه كيف برموا لأنه ممكن هذا هدفهم كان المراكز السياسية. رجعت قلت لك بالحياة إنسان بده يعرف يتحمل مسؤوليته. أنا الخيار اللي كنت ماشي فيه يومتها خسر هذه المعركة بالذات، بتضب غراضك بتفل. طب ما عودتك لهم، بتضب غراضك بتفل، تترك لغيرك الفرصة ينجح. إذا نجح تقدم له الطاعة، إذا فشل ترجع تقول له طيب أنت فشلت، تعال نرجع عن جديد نشوف مين معه حق أو مين ممكن ينجح بهذه المعركة بين مزدوجين اللي هي مش عسكرية بس سياسية أكثر. طيب، والأهم من كل شيء لما تفل ريكاردو تحاول ترجع تعمل قراءة لما حصل وتتعلم من أخطاء بكون ارتكبتها. ما حدا ما ارتكب أخطاء لحتى ترجع وتصحح إذا بدك. أنا بقول لك ما رجعت على لبنان وما دخلت بأي بازار مفاوضاتي مع حدا، لا مع الحاكم في لبنان ولا مع السوريين ولا مع حدا. ما حدا أمانة الحماية. أنا رجعت ريكاردو لأنه فكرنا مع الوالد أنه حان وقت نرجع نسلم كلنا سوا كعائلة النهار من جديد لنطورها. ما هيك بعيد الستين، انه في خيار بدنا نتخذه مش بس كجبران تويني، كل العائلة نحن كلنا معنيين جريت النهار، اولاد العم ومامتي وبيي، وكلنا رجعنا يومتها واخذنا قرار نرجع. بهالامور تاخذ قرار تركب طيارة وترجع. طب رجعت، بس ليش ما رجعت اصدرت النهار العربي والدولي واستعدت عنا بمنتخب نهار الشباب؟ لانه ما استبدلت شيء، لانه رجعت انا لهدف معين. ما رجعت افتح نهار العربي والدولي ريكاردو. نهار العربي الدولي كانت مجلة موجودة لعبت دورة بزمانها بفترتها، سكروها بالقوة. مش يعني مش نهار رئيس مجلة سكرت لأنه أفلست، يعني انتهى دورة برأيك؟ مش انتهى دورة، ما دخل انتهى دورة، سكرت. عظيم، نرجع نفتحها. في غير شيء أهم، في النهار الأم اللي هي الأساس. طب هالنهار الأم إذا ما كانت هي رجعت أنت أحييتها ورجعت طورتها. يعني نقلنا نحن من طور اللي الصحيفة اللي تصدر في الحرب بدها بس تصدر ولو 10 صفحات أو 12 صفحة الى صحافة ايام السلم، ماكي يلي هي تختلف تماما وبدها تتعاطى مع القراءة بطريقة مختلفة تماما. رجعنا على النهار تنرجع نتعاقد، يعني بالسنة 60 اذا بدك بيروح الواحد تقاعد، ماكي نحن هنا لا، بالسنة 60 النهار بتتعاقد من جديد مع قراءة، يعني مع قراءة جديد ايضا. مش انه بس النهار هي الشغلة هيك اللي بتخوف. طيب، شو دورك بالنهار؟ انا بالنهار وقت حاضر مدير عام. يعني هل بتساهم رسم خطوط السياسية للمجلة أو سياسة يعني المجلة؟ رسم جريدة سياسة النهار. سياسة النهار ريكاردو، النهار أنا عائلة كبيرة، يعني هاي الألقاب حتى كلها سوا اللي عم لك يا مدير عام أو مش مدير عام، مش هي بتخولك أنت تتبنيك هالعائلة هيدي أو ترفضك. ممارستك، علاقتك، تفهمك، معايشتك مع هالعائلة بتخليك أنت أنه تصير أو ما تصير من ضمن هذه العائلة بالذات. من يقرر سياسة النهار؟ سياسة النهار قررها جبران تويني الجد بوصيته يلي لليوم إذا بتقراها بتشوف أنه تطبق تماما على الواقع. تغيرت بعض الأمور إذا بدك بالأوضاع، بس نحن لا ما غيرنا سياسة النهار. سياسة النهار نهار جريدة لبنانية تؤمن بلبنان الواحد والتعايش. عظيم، النهار مع العرب ضد الأجانب ضد الغرب يمكن، بس النهار سيادة العرب بيكون ضد لبنان، النهار مع لبنان ضد العرب. طب هل بعد النهار محافظة على نفوذها وعلى قدرتها على التغيير برأيك اليوم؟ النهار مثل كل وسيلة إعلامية بزمن الديمقراطيات الدور أساسي ومهم جدا. بزمن التعتير مثل ما نحن اليوم فيه يلي فيه ديمقراطية صورية، ماكي أكيد وسائل إعلامية تتباطح. هلأ شو بتعمل وسيلة إعلامية؟ بتخلي شعبك واعي للمأساة اللي عم بعيشها، بس شعبك تيقدر هو انطلاقا من هذه المعلومة عم تعطيها شوف كيف يمارس ديمقراطيته. شو عمل دولتك اليوم؟ قاطعة الأداة اللي بتسمح لك انت تأثر كشعب، يعني الانتخابات، المظاهرات، ابداء وجهة النظر، الرأي، هذا صيدي كلها. عظيم، بتمنى هود يمرقوا وما ما 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 يطيروا بالحلقة ان شاء الله. بقى ايه وهون الصحافة المكتوبة اقوى وممكن وبتسمح نفسها أكثر من صحافي، وبقول لك يا كل صراحة مرئية، من أنه تمارس ديمقراطيتها لأنه لها جذور ولأنه ارتباطاتها مع القارئ هي الارتباطات الأساسية. بينما التلفزيونات لسوء الحظ
لأنه كانت خلال الحرب مسمات بغير شرعية، ما هيك؟ صارت النهاردة تشرع حالة بضد هذه الدولة يلي دولة عنوانها الابتزاز والأمور هذه كلها، صارت مضطرة أنه تداري شأن الدولة اللي عطتها رخصة. دون أن ننسى أنه لما حطوا قانون للإعلام العظيم مرئي واسموه هالقد يعلوا سقف رأس المال، صرت مضطر تجيب أنت ممولين، صرت أنت أيضا كمان نوعا ما احتراما لمن يمولك مضطر أنه تراعي له شعوره كمان، ما تقدر تحكي كل شيء اللي بتحكيه. بقى دون أن ننسى أنه يعني بعض الأوقات بتصير تشوف نشاط الأخبار شيء قصص بتضحك، أنه مثلا اللي مولك شو صار راح وكيف راح وكيف إجا، يعني أكثر مش يمكن يمكن أكثر بعد شوية من أولبرايت إذا عامل جولتها. حاصل شو بدنا بالقصة هذه؟ الصحافي كلها محترمة في لبنان، كلها عم تجرب تأدي دورة وتصارع، تلفزيونات عم تصارع إيه، ولما يمنعوا لك برنامجك أنت بتموت قهر، وأصحاب هذه المحطة بيموتوا قهر أيضا، وبيعتبروا أنه هذا تحدي لألهم، وأنه لازم لا يرجعوا يحاولوا هني يمرقوا مش يخضعوا. وأنا بعرفها هاي الشغلة، نفس الشيء لكل باقي التلفزيونات، نفس الشيء الصحافي. نحن عم نحاول قد ما فينا، في جذور الصحافي المكتوبة أقوى، في علاقة مباشرة بين الصحافي المكتوبة والقارئ بأمور غير البرامج الترفيهية، لذلك في للصحافة المكتوبة وقع يختلف تماما مع القارئ، لأن القارئ من يأخذ جريدة مكتوبة بيأخذها لأمور بيعتبرها بين مزوجين رصينة وسياسية وبتغير المجتمع. طيب بس نحن ايه عم نناضل مثل كل الصحفيين البلد، وكل الصحفيين اللبنانيين عم يناضلوا، كل واحد موقعه، كل جرائد لبنان محترمين، لأنه كل جرائد لبنان ساهمت في أن يبقى لبنان حر، لأنه كانت الجرائد هي عنوان الحرية في هذا العالم العربي، جرائد لبنانية بس، جرائد لبنانية بس. واللي خلينا نكون هيك هو تحدي الشعب، شعب فرض علينا هالحرية، لأن الحرية هي بدماء شعبك أنت. جبران توني رح توقف مع الأعلان، رجع متابع لقائنا، ننتقل للقسم الثالث والأخير من برنامجنا. أعزائي المشاهدين، القسم الثالث أو الفقرة الثالثة والأخيرة من مرايا مع الأستاذ جبران توني، نتطرق له بعد الوقفة الإعلانية، خليكن معنا. الفقرة الثالثة والأخيرة من مرايا مع الأستاذ جبران تويني من تبع هلا، أهلا وسهلا فيك مرة ثالثة. جبران تويني، هل تعتقد أنك صرت أقرب من أمك بعد وفاتها، أم الروابط خفت بعد موتها؟ يمكن تعلمت أعرفها أكثر، يعني في كثير أمور تعرفت عليها بعد وفاتها، كثير أمور تتعلق بنادية تويني تعرفت عليها بعد وفاتها. واكيد مثل ما قلت لك، كل ما تخسر انسان ساعتها بتعرف قيمته اكثر واكثر. هذا لا انا ما كنت اعرف قيمتها، بس بعرف صرت يعني صرت بحبها بغير طريقه. بس مثل ما قلت لك يا كاردو، يعني هل بتحسها معك؟ اكيد، يعني اصلا بايماني وبدينتنا نحن الموت هو فقط جسد، موت الجسد موعد موجود، الروح تبقى، بس الروح تبقى وتنتقل، ما في شيء بينزل تحت الأرض ما هيك، وتجلس يمين المسيح. وانت انسان مؤمن جدا. ايه نعم، مؤمن جدا. البعض بيعتبر انه تطرف كمان الايمان، تعرف هيك كليشيهات سخيفه، يعني انه متطرف مسيحي، يعتبره متطرف مسيحي بايماني ما بيستحي فيها. ويمكن لولا هالايمان هذا ما كنت انا يمكن تحملت متخزنة، انه بين وفاة اختي ووفاة امي ووفاة خيي وكل اللي عشناه مثل كل اللبنانيين، ويمكن كثير من اللبنانيين لو ما كانوا مؤمنين ما كانوا تحملوه. يمكن كانوا شو عارفين، صاروا يحششوا، صاروا ياخذوا مخدرات، صاروا كانوا انتحروا، كانوا في منهم كثير صار هيك. بعد الايمان اهم قوه، وهي شيء اساسي بيعطيك القوه الاساسيه لتواجه فيها المصاعب الحياه. كل انسان عنده صليب وبيحمل وبيمشي فيه. طيب يسوع المسيح من صليب،
طيب هلا الانسان صغير 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 منه على مستوى يحمل صليب اصغر واصغر واصغر ويتحدى هيك ويكون على مستوى اذا بدك هذا التحدي المهم كثير، هيدي قوه الايمان. بقى نادى تويني من خلال اذا بدك وفاته كمان وموتها كمان علمتنا شيء جديد، يعني كمان تعلمت من خلال موتها على كثير امور جديد بتتعلق بالحياه بنظرتي للحياه وتتعلق بنادى تويني بالذات. يعني ايه اليوم بكتشف اكثر واكثر نادى تويني، مثل ما قلت لك اكتشفت يمكن نايلة اختي الله يرحمها بعد كمان ما توفيت نفس الشيء. خيك مكرم انخطف بسرعه. نعم. وما نحكي كثير عنه، شو بتحب تخبرنا عنه؟ شو خبرك خيي؟ خي يلي الواحد بيبقى حاطط اميله فيه انه بالحرب، تعرف مكرم ترك راح تعلم برا مع الوالده وبقى بعدين تعلم برا، وفقنا على شيء انه طيب في حرب بلبنان، على اللي واحد قاعد برا اذا اللي قاعد هون بلبنان راح مثل ما كثير لبنانيين راحوا، في والله في شيء اسمه صمام امان بالخارج للعائله. هل كنتوا قراب من بعض؟ وبس تقول لك تشوف الصدف وتشوف انه كل شيء بالنهايه بالحياه يعني الله ما بيريد. اللي قاعد برا راح باكسيدون سخيف بالسياره بفرنسا، واللي بقي هون وكان بالحساب ما تاخذني ممكن انه يروح بقي. طيب كمان مكرم عمرك. كمان اعمار بيد الله. كمان مكرم بقدر انه ما قدرت انا بسبب الحرب ومهنتي ولانه كان برا لبنان ما قدرت انا رفقته كخي، وما قدرت انا يمكن كمان حضنته واهتميت فيه كخي، ما كان كخي صغير. وكثير من الاوقات خصوصا يمكن شوف الصدف كيف، يعني قبل ما يموت بشهرين كنت بفرنسا رحت وقتها تشوفه وقلت له تعا بترجع بيروت بتعيد هلا، وكان صارت الانتفاضه وقلت له وضع مناطقنا منيح وفيك ترجع وما في مشكله ولا. قال لي يا اخي انت جنين بتكون تموت وتحت موت تحت، انا لا بتعلم. وبكل صراحه يعني ذكر قال لي انا بتعلم وخلص، كان عم يعمل ايكونومي وانت بدك تعمل جرنالج وصحافي وسياسي وهذه الجريده بدها تمويل، بعمل ايكونومي بقلب مولك جريدتك. الناس اللي عرفوه عن كسب كانوا يقولوا عنه انه انسان مميز جدا، شو فيك تخبرنا عنه؟ ما في يحكي، شو بدي احكي عن خيي كارلو؟ كل شيء بعرف عن خيي انه يعني وانا كتبت هذيك بقولها يعني انه بني كنت ناطره ترجع ذات يوم على لبنان ويتصالح مع لبنان، ما كان تخانق مع لبنان لما ماتت امي، انصدم من لبنان، ما كان كثير يحب ماما وعايش معها كثير، بعتبر انه لبنان خطف له امي والحرب كان يرفضها وما قادر كان يفهم شو عم بيحصل. شفت كيف؟ بقى كنت على قليل متمنى انه صالحه مع لبنان قبل ما يصير يصار، واذا حتى مات ما تصالح مع لبنان، يعني مصالحته مع لبنان كانت عودته محمول حتى يندفن بلبنان، يعني هون بارض لبنان. هذا الشيء الوحيد اللي بقول لك اياه. بس مميز هيك مميز، يمكن مكرم نجح اكثر مني بكثير بعدة ميادين هيك اللي أنا ما أفهم فيها، يمكن بزنس وكان أكيد لمع مكرم. طيب جبران بأي مرحلة بتعتبر أنك نضجت؟ شو نضجت ريكاردو؟ النضوج شغلة كمان. في ناس بيسعوا لعمر متقدم ما بينجوا. هل النضوج؟ لكن مع النضوج قاعد فيها ومع الكوارث اللي حلت عليك طبعا. مش نضوج، بتعطيك نوع من الفلسفة تجاه الحياة وبتعلمك إنه يعني إنسان غير ناضج ما في فلسفة الحياة. لا ليك في كثير بيتفلسفوا لما يكونوا ناضجين. لا بيتفلسفوا بس بيفلسفوا. لا ليك بدك كل انسان بيصير يفهم الحياه على طريقته. كل انسان بيصير بيشوف الحياه بوجهه نظر مختلفه. كيف بتشوف الحياه؟ اخذت قوه انا من موتهم، يعني وفاتهم اعطاني قوه اساسيه. وفي لك كل ما بدي اخذ قوه بحاورهم او بتذكرهم، لانه بقدر انه هذا اكبر تحدي للموت، اكبر تحدي للموت وللخوف، انه تقدر انت تحاور من خطفه الموت. فهمت كيف؟ هيدي اهم شغله. ما فيك انت تواجه مخاطر بالحياه وما فيك انت تكون صريح وتكون اللي انت اذا انت ما تخطيت العقده هيدي، عقده الخوف من الموت. بتخطاها مش بالانتحار او انه واحد يروح، لا بتخطاها بانه تعرف انه الموت منه شيء. الموت منه شيء، شفت كيف؟ وانه الموت هو موت جسد، بينما الروح لو قتلوك مليون مره بضلك فيك تحاور الروح. وهذه اهم شغله اللي انا بعتبر انه قدرت بدون ندخل كثير بالفلسفه، قدرت انا تعلمتها من هالشيء، من التجارب هذه. هل انت والحزن اصحاب؟
ايه اصحاب ايه انا والحزن اصحاب وبيتنا كعطول كان هو الحزن اصحاب وبعتبر انه يعني غسان تويني اللي تحملوا بده يكون عملاق بصراحة لك يعني ظهره بيحمل حملنا كلنا وحمل كل شيء وتحمل وهو الحزن كمان اصحاب ونحن والحزن اصحاب وكثير ناس بيسالونا انت بخي كيف هالجو هذا بتعيشوا فيه انه عطول انه ذكرى هون ذكرى هون وصور هون صور بقول له ايه ليش لا يمكن عندي ثقة اكثر بكثير انا من الناس اللي بحبهم اللي راحوا من بعض الناس اللي بيدعوا الصحبه واللي باقيين شوف كيف هن كثير غير على كل حال واللي غير كثير بتعرف مثل البورصه بتصير انها بالمقدمه مثل البورصه بتصير بس الحزن منه الحزن منه شيء كثير بشع كمان شوف كيف متعود عليه واهم الحزن هو الذكريات ذكريات هي اهم شغله الانسان ما ينسى الانسان ضلوا يتذكر الانسان اللي بينسى هو انسان بينكر اصله واللي بينكر اصله بينكر مستقبله خصوصا بينكر تاريخه ولذلك ما بدك تنسى الحياة مش تتنتقم وهنا نطبقها حتى بالحرب وبتمنى انا الجيل الجديد انه ما يرتكب الغلطه ويقول بدنا نطوي صفحه الحرب يعني ننساها وكانه ما صارت لبل ناخذها بس من وجهه السلبيه لا ما بدك تنسى انت بكل شيء ما بتنسى بحياتك تقدر تقارن وتتطور ماكي وتستفيد من تجارب الماضي نفس الشيء الحرب وهيك كنت حاب لك اياه انه بتمنى الشباب اللبناني ما ينسى الحرب لانه اذا الشباب اللبناني اليوم مبسوط اذا قادرين يكونوا مبسوطين اذا عايشين شفت كيف هو لانه صار في حرب ولانه في ناس ماتت لحتى هن يعيشوا شفت كيف لازم يعرفوا شيء نحن ما عرفناه انه هاي الاوطان مع فرق انه ايام نحن اهلنا ما ندفع ثمن لاستقلال لبنان بس ايام هن نحن دفعنا ثمن لاستقلال لبنان نحن جيلنا كله حط عمره ماكي تمن لبقاء لبنان ولذلك نحن ما نكون مضطرفين ويعتبرونا مجانين وما يفهموا شو عم نعمل ليه عم نجن عم نجن تتمسك بشيء نحن دفعنا حقه 200 ألف شهيد أنا برأيي إنه الواحد لازم ينسى الحرب بس ما ينسى الدروس اللي بيخدم الحرب بيضلوا يتذكر هذه الحرب بتشوف كل الدول المهمة كتير يا ريكاردو بتاريخها وبحضارتها كلها عندها متاحف الحرب إن كانت أهلية أو غير أهلية ما بتستحي بحروبها ما حدا بيستحي بمرضه ضربك المرض تتحمله بتعيشه تتخطاه وبتقول لأولادك أنا كان ضربني هذا المرض شوفوا كيف كان تما حتى يضربكم ما بتقولوا ما كان مضروب المرض ما في شيء عيب بالحياة من هالنوع هذا هاي حرب تحملنا نحن وزرة وأنا بعد الحرب هذه يمكن أنبل شغلة عشناها بلبنان دفعنا تمن الأرض دم تعشان تمن الأرض دم هاي الأرض اللي كانت ما تأخذني كازينو كبير ونعطاها استقلالها وكل واحد بيجي بيقول لك لا مش مستقلة واحد بيقول لك هيدي مش موجودة واحد بيقول لك هيدي ما لازم تكون أصلا مستقلة هيدي تابعة على دولة تانية هاي الأرض اليوم ما حدا بقى في لعب بتاريخها جبران الوقت عم يدهنا وقف عنا كتير من دقايق البقية معنا بعد في عندي كم سؤال هترحهم عليك رح تطلب منك بالمقابل جاوب إذا في مجال بجملة مش نعم أو لا لا مش نعم أو لا هديك مش معي أنا جبران الصورة اللي بتعطيها أنت ووالدك هي صورة أصدقاء أو صديقين هل فعلا أنتوا أصحاب في احترام اكثر من في صداقه في 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 خشوع واحترام اكثر من في صداقه بمعنى صداقه لا صداقه مع صداقه ما بامن انا بالصداقه هيك بالاهل لا في خشوع في احترام في علاقه كيف توصف علاقتك ببنيتك نايلا وميشيل يمكن اهم شيء عندي بحياتي كيف توصف علاقتك بزوجتك وام بنيتك يعني حضاريه نعم واحترام طيب ما في شك ان جبران تويني شخص بحب النجوميه والشهرة والتصفيق حتى لو إذا قلت لا السؤال هون هل بتحس حالك بتمون بآخر النهار وتركل بيفلو والعاشق بتخف أنك وحدك لا بحس حالي يمكن أكتر لحظة أكتر لحظة حقيقة هي لحظة بكون أنا ونفسي واحدة قاعد مرتاح أنا بوصل لسؤالي الأخير كتير ناس عم بيشوفونا إله وعم بيحبوا يعرفوا وين جبران تويني من الحب حب هل حبيت بحياتك؟ بعد من إنه أكيد حبيت حياتي كم مرة الإنسان بيحب؟ ما فيك تعرف كم مرة بس كم مرة حبيت؟ مش كمبيوتر مبرمج كم مرة حبيت؟ مش تيب ريكورد 60 دقيقة واحدة 120 دقيقة 180 دقيقة أوكي؟ ما في لك كم مرة حبيت وحبيت شو حبيت كيف حبيت مين؟ فيك تحب أنا سألت مين حبيت؟ فيك تحب بلدك كمان هيك؟ طيب بس بحب المرأة بس بعتبر بس بعتبر لا الحب كل شيء انا عم بحكي عن حب المرأة سؤالي عن حب المرأة الحب كل شيء ريكاردو ما فيك تفصل شيء عن شيء السؤال عم بطرحه عليك حب المرأة لكن توضح سؤالك كم بس الحب اهم شيء بالحياة كم مرة حبيت بحياتك الحب اهم شيء بالحياة ريكاردو لانه الحب هو اللي بيعطيك ماكي القوة وبحب اقول لك يمكن مش تقول شو كتبنا من جمعتين بس انه حتى تشي جيفارا قال
انه حتى اذا الشغله بتبدي سخيفه لعند البعض بس اساس 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 حركه وقوه الثوره هو الاحساس بالحب. ما تاخذني الحيوان مع سلبيه هذا التعبير ماجي وفي مكان ما عنده شعور وعنده حب. مش عيب الانسان يحب ماجي مش عيب الانسان يحب والحب شغله حلوه وشغله مهمه وشغله انت بتعيشها وبتمارسها كل لحظه بحياتك ان كان مع مرة او ان كان مع اي شيء اخر انت عندك مشاعر وشعور تجاهه. هل انت عاشق اليوم؟ انا عاشق اليوم؟ لا انا عاشق اليوم حريه كاردو. هي اهم مره بالعالم الحريه. جبران هي ام الدنيا كلها هيدي. جبران شو رايك بالزواج؟ زواج مؤسسه كثير صعبه وبقدر انه بدها يعني حتى الواحد ينجح بزواجه ونجاح ونجاح يعني بعتبر بالماكسيموم مش انه نجاح انه والله واحد هيك ترتيب وضع بيت انه اثنين قاعدين متفقين يقعدوا هيك لو ما بعرف لا النجاح بده كثير 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 بالزواج. المرأة اساس 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 بالنجاح. الاولاد نعم الاولاد 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 اولاد شو بدي اقول لك الاولاد هو انت نفسك السلطة بيتك. السلطة مش كثير حلوة. السلطة المال 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 سلاح ذو حدين. الحريه حريه كل شيء. الاعلام اعلام اساسي. الدين الدين لك. المبادئ مبادئ مبادئ هي انت ذاتك. الالتزام اذا ما عندك مبادئ منك شيء. الالتزام الالتزام هو وقفه عز ووقفه هيك وقفه عز وصرخ الضمير. جبران تويني أنا بشكر حضورك معنا بشكر مشاركتك لنا ببرنامج مرايا المرة الثانية. هالمرة كانت الحلقة عن شخصك بتأمل نكون أجبنا على تساؤلات المشاهدين يلي هن كتار طبعا وبتأمل نلتقي قريبا لأنه القعدة معك وجلسة معك دايما فيها متعة وفيها لذة. بتحب تضيف شيء؟ بس بتشكرك وبتمنى أنه يعني ما نكون طبلنا على الناس والحلقة تمرق مثل ما هي وإذا ما مرقت مثل ما هي أفضل ما تمرق. نحن نقول إن شاء الله ما بودك بشي بس إن شاء الله. شكرا نلتقي قريبا. أصدقائي المشاهدين أنا بشكر حضوركم معنا بشكر متابعتكم لبرنامج مرايا. شكرا لفريق العمل اللي ساهم معنا بتنفيذ هذه الحلقة. بتمنى لكم نهاية سهرة موفقة ممتعة وحلوة. من جبران تويني ومني تصبحوا على خير.